حطيتيش المسؤوليه. انا وتحيز، انا وتحيز يا يحيى. طبعا دايما دايما المصريين. انت شكلك طيار، كان نفسك تطلع طيار؟ اه من زمان. اجرب ان شاء الله. ايه اللي جابك هنا يا يحيى؟ طيب ايه اللي جابك هنا يا يحيى؟ ما تروح تطير يا يحيى. هطير دلوقتي؟ طيب عاوزين حاجه يا جماعه، انا هطير انا بقى. طب انا هطير معاكم الدوري الانجليزي تشيلسي. وبعد مباراه تشيلسي امبارح طبعا مورينيو بيهاجم اداء محمد صلاح، عشان جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي هجوما قويا على الجناح المصري محمد صلاح، وذلك بسبب ادائه الاخير في مباراه شروسبيري تاون في كاس الرابطه الانجليزيه، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف ليتاهل تشيلسي الى دور الثمانيه من البطوله. وشارك صلاح اساسيا حتى الدقيقه 80 من عمر المباراه، وتمكن طبعا من صناعه الهدف الاول زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه اهو. عمل دي كانت فرصه من الفرص اللي اضاعها امبارح محمد صلاح، هو عمل هدف طبعا اللي سجله ديدييه دروجبا، لكن فشل في فرص كتير طبعا. وبعد الماتش طبعا عبر مورينيو عن غضبه الشديد من الاداء، وبالتحديد اداء الثنائي محمد صلاح والالماني اندريا تشورلي. وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: أنا أحب مواجهة مشاكل اختيار التشكيل عندما يتألق أكثر من لاعب في مركز واحد، لكن بهذا الشكل فمن السهل تحديد تشكيل الفريق في الدوري الإنجليزي. وأضاف: نعم صلاح وتشورلي أحبطوني. ولمزيد طبعا من التفاصيل بينضم لنا على الهاتف وسيم أحمد الناقد الرياضي بموقع هاتريك. ألو. الو، السلام عليكم. مساء الخير يا وسيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور يا يحيى، ومساء النور على كل الساده المشاهدين. يعني وسيم، خلينا نبتدي معاك في الاول، وقول لي كده ايه رايك في اداء محمد صلاح امبارح في الماتش؟ يعني هو محمد صلاح اداؤه ما تقدرش تقول ان هو كان اداء عالي، يعني يمكن احنا عارفين محمد صلاح وعارفين اداؤه كويس، خصوصا وقت ما كان في بازل، وتحديدا في الوقت اللي كان فيه مع منتخب مصر تحت قيادة بوب راتزي، كان في الوقت ده طبعا متألق بشكل كبير جدا مع بازل. فاحنا عارفين محمد صلاح عنده أكتر بكتير من المستوى اللي يمكن قدمه امبارح، أو اللي هو حتى في الفترة الأخيرة مش امبارح فقط يعني. طب تفتكر إن يعني أداؤه انخفض بسبب القعدة الكتير هناك؟ الحقيقة هو ده أحد الأسباب، القعدة فعلا، ودي بتأثر على أي لاعب في الدنيا. تمام. بس خليني أقول لك برضه إنه كمان إنه حتى في فترة الإعداد هو ما كانش منخفض قوي أداؤه، لكن برضه ما كانش بادئ فترة الإعداد بشكل قوي جدا. تمام. وكان لازم على محمد صلاح إنه يكون حذر بشكل كبير، خصوصا بعد ما طبعا تشيلسي تعاقد في بداية الموسم مع أكثر من لاعب زي ديجو كوستا، زي طبعا ديديت روكبا، زي فابريجاس اللي هو متألق هذا الموسم مع الفريق. طبعا. كان لازم يكون عارف إنه هيكون فيه منافسة شديدة جدا، وكان لازم يبدأ فترة الإعداد بأقصى قوة ليه. هو يمكن فترة الإعداد كانت تقدر تقول إن هي عادية، ما ظهرش فيها بالشكل المميز قوي، عكس لاعبين زي ايدين ازار، ويليان، لعيبه كتير لفتت النظر وثبتت مكانها في التشكيل الاساسي لنادي تشيلسي. فهو يعني، وبالاضافه طبعا زي ما انت قلت للجلوس على دكه البدلاء مع بدايه الموسم، ده بقى اثر على مستواه اكتر واكتر، وخلاه يبقى بعيد بشكل كبير. حتى شفناه مع منتخب مصر في تصفيات كاس الامم الافريقيه، مش هو زي ما بقول محمد صلاح اللي احنا عارفينه. طيب وسيم، تفتكر ممكن نشوف محمد صلاح في يناير المقبل في نادي اخر؟ والله خليني اقول لك وارد جدا انه فعلا نشوفه في نادي اخر، لكن مش عايزين نسبق الاحداث. يعني انت عارف كره القدم ممكن في مباراه واحده الدنيا تتغير، ممكن لو خد فرصه في مباراه. وهو ده اللي عايز اسال فيه، هل مورينيو ممكن يديله الفرصه دي تاني بعد يعني ماتش امبارح كان اداؤه منخفض تماما؟ هل ممكن يديله فرصه تاني مورينيو في ماتشات جايه؟ بص، احنا دايما متعودين من مورينيو على المفاجات. هو الواقع بيقول امامنا انه بقت فرصه محمد صلاح صعبه، لكن زي ما بقول لك مورينيو تحديدا دايما معودنا على المفاجآت، والكوره دايما يعني ملهاش كبير. ممكن زي ما بقول لك في مباراه واحده يرجع تاني، ينزل تكون ماشي معاه، يجيب هدف، تلاقي الدنيا فتحت معاه تاني. بس خلينا نكون واقعيين برضو، الموضوع مش سهل يعني. طبعاً. الاقرب ان هو ممكن يمشي في نادي. طيب وسيم، هل يعني تصريحات مورينيو امس، هل دي ممكن تاثر على محمد صلاح كمان في ظل يعني عندنا ماتش مهم مع السنغال الفتره اللي جايه؟ بالفعل انا اعتقد للاسف ان ده هيأثر على محمد صلاح، بس اتمنى انه ما يحصلش. لكن احنا طبعا عارفين ان المنتخب عنده مباراتين في غايه الاهميه امام منتخب السنغال ومنتخب تونس. تصريحات مورينيو حتى على فكره هو كمان يعني هو يمكن ما قالهاش طريق على طول صلاح وتشيلي، يمكن احد الصحفيين ساله تحديدا بعد لما هو نوه في كلامه انه الامور بقت بالنسبه له اسهل كتير جدا من اختيار التشكيل لمباراه السبت القادم امام كوين بارك رينجرز. قال الامور بقت سهله بالنسبه لي، ان اللعيبه اللي ما بتلعبش بقالها فتره ما عملتش الاداء المنتظر، وبالتالي انا بالنسبه لي التشكيل بقى خلاص سهل قدام ان انا اختاره. وانا كان نفسي ان انا
يكون عندي صعوبه في التشكيل، لكن هم طبعا ما ادونيش الفرصه دي. فتسال يعني هو يمكن ما قالش اسم صلاح تحديدا، لكن اتسال من احد الصحفيين قال له شيرلي وصلاح هل الاثنين دول تحديدا احبطوك؟ فقال لهم بالفعل هم الاثنين دول احبطوني. فحتى يعني واضح انه ما كانش حتى مورينيو بس اللي ملاحظ ان الاداء ما كانش على المستوى، لا ده حتى كمان حتى الصحفيين هم اللي حددوا له الاسمين سواء محمد صلاح او شيرلي. فواضح ان هو فعلا كان يعني اداؤه باين ان هو مش هو محمد صلاح احنا عارفينه. طب وسيم يعني اقرب نادي ممكن نشوف محمد صلاح فيه لو غادر تشيلسي من وجهه نظرك ممكن يكون ايه؟ يعني الحقيقه ما اقدرش احدد طبعا اسم نادي محدد، لانه يعني طبعا ده كلام سابق لاوانه وما عندناش طبعا معلومه مؤكده عن رغبه نادي معين، لكن ممكن اقول لك ايه الدوري يعني سمعنا كلام ان هو ممكن يروح في كلام ممكن يرجع بازل تاني او يروح انتر ميلان يلعب في الدوري الايطالي بس هو على سبيل الاعاره مش بيع. هو 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 انتر ميلان يعني الحقيقه كانوا ابدوا من فتره اهتمامهم باللاعب، لكن هي هتبقى المشكله بس في القيمه الماديه عشان خاطر محمد صلاح يروح يلعب في انتر ميلان. لكن انا اعتقد عموما بوجهه نظر شخصيه الدوري الانسب لمحمد صلاح قد يكون الدوري الاسباني او الدوري الالماني، عشان محمد صلاح يمكن طبيعه لعبه ممكن تنفع تمشي مع ده او ده دوري من احد الدوريين دول يعني اعتقد وجهه نظري. طيب او انه يفضل في الدوري الانجليزي وياخد فرصته مع فريق اقل من تشيلسي زي ايفرتون على سبيل المثال، واللي اتردد بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت اتربط اسم محمد صلاح بنادي ايفرتون. فاعتقد لو جات له هذه الفرصه ممكن تكون فرصه كويسه جدا ليه، بحيث انه يبتدي يثبت نفسه في الدوري الانجليزي ويكتسب خبره اللعب في الدوري الانجليزي، بحيث انه ممكن يرجع بعد كده مره ثانيه لتشيلسي ويقدر ياخد مكان في التشكيل. طب وسيم هل موقف شوقي غريب يعني صعب باصابه طبعا عمرو جمال وكمان اداء محمد صلاح المنخفض؟ يعني هي الحقيقه المصائب لا تاتي فرادى زي ما بيقولوا، بالفعل مشاكل كثيره جدا مع الكابتن شوقي غريب ربنا يكون في عونه. عمرو جمال هو المهاجم الاساسي لمنتخب مصر الفتره الاخيره، يعني بالفعل ازمه كبيره جدا هتواجه المنتخب. يمكن في اكثر من لاعب مميز في الدوري المصري، عرفت سيد، هاني العجيزي، في اكثر من لاعب، بس هي المشكله يعني يا يحيى انه هؤلاء اللاعبين برضه ما ينفعش انت تعتمد عليهم فجاه في مباراه زي مباراه السنغال او مباراه تونس، ده كان لازم يكون اللعيبه دي بتلعب من فتره مع المنتخب حتى ولو على يعني بياخدوا وقت او بعض الوقت في بس بعض المباريات بيشاركوا يعني بعاد خالص. فهي دي المشكله يا احمد، فربنا يكون في عون الكابتن شوقي ويعني حلها طبعا هو المدير الفني هو الادرى ممكن يكون المين البديل يعني. وسيم احمد طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على التفاصيل. كان معنا وسيم احمد ناقد الرياضي بموقع هاتريك. ازيك يا اسراء؟ ازيك يا ياسمين؟ عاملين ايه؟ ازيك يا يحيى؟ منورين والله. هو احنا مش هنذاكر كوره في حياتنا بقى عشان نتكلم معاه بقى؟ احنا كل شويه بنذاكر كوره بس احنا بنديله فرصته، احنا بنحبه صاحبنا وصاحبنا. خلاص سيبك شويه ملعبك بقى. ماشي. عقدت الهيئه المصريه للكتاب مؤتمر صحفي